قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى. تؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين جميع الأندية المصرية وأنها تتعامل بحيادية تامة وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام وتتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية.